دائرة، لأن هذه نسميها دائرة، مركزها مثلا لأن هذا أسميه مركز، المركز، ثم هذا أسميه الشعاع من المركز إلى المحيط، أسميه الشعاع، ثم عندي هنا القطر. لاحظوا بالنسبة للدائرة يمكن أن يكون عندي عدة أقطار، هكذا هكذا تباعد، يمكن أن تتبعها مجموعة من الأقطار، ويمكن أيضا أن تضم مجموعة من الأشياء، يمكن أرسم شعاع هكذا، يمكن أرسم هكذا، يمكن أن أرسم هكذا. إذا هذه لاحظوا فارغة من الوسط، أسميها دائرة. إذا بالنسبة لهذه الدائرة وهي مملوءة من الوسط أسميها قوس. إذا القوس، الفرق بين الدائرة والقوس، الدائرة تكون فارغة من الوسط لديها محيط فقط، والقوس يكون لديه محيط ومملوء من الوسط. السلام عليكم. في درس جديد، الكرة والقرص والدائرة، لا سفير لو ديسك اي لو سيركل. إذا لنقرأ الوضعية، لنبحث عن اسم مدينة من مدن بلادي. الحرف الأول لهذه المدينة هو تي، الحروف الخمسة الأخرى توجد على نفس المسافة من النقطة تي. إذا ألف نتميم، الحروف الخمسة هي، إذا أولا نرسم الدائرة، إذا أضع البركار هكذا وأرسم الدائرة التي تمر من هذه النقاط. إذا الدائرة تمر من النقاط R N E G و A. إذا هذه هي الحروف الخمسة، حروف اسم هذه المدينة تنتمي إلى نفس الدائرة التي مركزها تي. إذن اسم هذه المدينة هو طنجي، إذن تي مع هذه الحروف الخمسة طنجي. إذن قال آدم يمكنني رسم دائرة أخرى مركزها تي وتمر بنقطين ثلاث غير حروف المدينة لنرسمها. وفاء، أنا أيضا يمكنني رسم دائرة ثالثة مركزها تي تمر بالنقط التي لم تمر بها الدائرتان المرسومتان لنرسمها. إذا نأخذ البركار ثم نرسم النقط الأخرى.